بث تلفزيوني. نعم. يعني 20 دولة داروا البث، خداوا البث التلفزيوني على المباشرة على حفل افتتاح وحفل اختتام، و 17 دولة داروا البث التلفزيوني مباشر للمنافسات الرياضية، والباقي روبورتاجات يومية. يعني شهادة أول مرة في تاريخ اللعب البحر المتوسط. نعم. كما نقدر نقول كذلك أول مرة في تاريخ الرياضة الجزائرية لما المشاهدين قدروا يشاهدوا 9 منافسات رياضية في نفس الوقت على المباشر. هذا إنجاز كبير، رقم قياسي، وإضافة على كل الأرقام القياسية اللي تحصلنا عليهم مقارنة على الماضي. نعم. الألعاب حتى الجانب، وهذا الشيء يصعب في الأخير، يصعب مهمة الدول والمدن اللي رايحين ينظموا ألعاب في المستقبل. وهذه إضافة كبيرة للجنة الدولية، لأن من ترفع المستوى من طبعة إلى طبعة أخرى تبحث على ترفع مستوى التنظيم، مستوى إضافي. نعم. وحنا مثلا حبينا نضيف حاجة خاصة بالنسبة لهذه الألعاب، الطابع الثقافي. نجحنا في الطابع الثقافي في الحفل افتتاح حفل اختتام، وكذلك في مدة الألعاب والمهرجانات موسيقية تاع الرقص تاع الأغنية المحلية وكل شيء.